تفقديني قعدي يا اختي الليلة قعدي نقضي ساعات النهاية حاجي يا اختي وياش عندي وانتي مسؤولة معايا من الصبح بلواش تبدي وتنظرين أهلش ضحايا وتنظرين أهلش ضحايا وتنظريني أبقى واحد والعيدة حاطت خبايا يعني للتالي استعد جهزي نفسش للرزايا قعدي يا اختي الليلة قعدي نقضي ساعات النهاية حكي يا اختي وياش عندي وانتي مسؤولة معايا من الصبح بلواش تبدي وتنظري لأهلش ضحايا من الصبح بلواش تبدي وتنظري لأهلش ضحايا وتنظريني أبقى وحدي والعيدة حاطت خبايا يعني للتالي استعد وجهزي نفسش للرزايا عليش كل الأمر بعدي بالكفالة والحماية عليش كل الأمر بعدي بالكفالة حماية ساعات منها للفجر بيني وبيني والليل نقضي بالسهر ونطيل قعدتنا بسمار والليل نقضي بالسهر ونطيل قعدتنا بالسمار أوصيش يا اختي بالصبر من تفقديني تلقى ذابحني شمر تبقى في حيرة أمر تلقى أمر أوصيش يا اختي بالصبر من تفقديني على راحك أوصيش يا اختي بالصبر باشر من طلوع ضياء الله يكفيش الفجايع راح ابين لش يا خيا عن تفاصيل المواجع الدنيا ملتمة علي لجل ان اخضع وبايع الدنيا ملتمة علي لجل ان اخضع وبايع جني مطلوب بخطية من شهور باهلي طالع جني مطلوب بخطية من شهور باهلي طالع وباكري تحطي المنية انزلي علينا المصاري با
باكر تحطي المنية تنزيلي علينا المصار باكر بغبشات مجية تجينا ساعات الوقاية وباكر تحطي المنية وتنزل علينا المصار راح ابين ليش يا خيا عن تفاصيل المواجع الدنيا ميل تم علي لاجل ان اخضع وبايع شني مطلوب بخطيه من شهور باهل طال وباكر تحطي المنيه وتنزل علينا المصاري وباكر تحط المنيه وينها عاشر ينتظر قطعة وتيني لنهار موعدنا الذبح خطار سفرتنا الصباح لنهار موعدنا الذبح